السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي اليوم عندي لكم فيديو جديد في مدينة سيدي عيش. ألف تحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار وخاصة الناس سيدي عيش. ربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظ الأمة الإسلامية إن شاء الله. ألف تحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار من شمال للجنوب ومن شرق للغرب، وخاصة خاوتنا اللي رام في الهجرة، ربي إن شاء الله يحفظهم ويسترهم. خاوتي دائما في التأني سلامة في العجلة ندامة، ربي إن شاء الله يحفظكم ويستركم. اليوم راها يعني بدأت تتربع الحالة، الله يبارك. شوفوا مدينة سيدي عيش راهي خضرة، الله يبارك ما شاء الله، ربي إن شاء الله يحفظنا البلاد كاملة، شرق الغرب من الشمال للجنوب، ربي إن شاء الله يحفظنا ربي بلادنا الغالية. خاوتي دائما نقول لكم في التأني سلامة في العجلة ندامة. حبيت نحكي عن النظافة. خاوتي النظافة راهي من الإيمان والأوساخ من الشيطان، والبلاد راهي تطلع يعني بما لها. والله كي يشوف الإنسان بلاصة نظيفة غير يعني يفرح، ربي إن شاء الله يحفظنا ربي هذه البلاد إن شاء الله. خاوتي راه عندي واحد المبادرة تاع غرس الأشجار في كل ولاية، نغرس فيها شجرة ولا زوج ولا ثلاثة ولا الشيء اللي كتبه ربي العالمين. حبيتكم خاوتي تشاركوني فيها، والله يعني مبادرة يعني طيبة، مبادرة حسنة وفيها أجر كبير عند ربي العالمين. والله لو كان كل واحد فينا يعني يغرس شجرة، الجزائر كلها يعني خضراء ما فيهاش يعني، وما هيش غالية يعني ما فيهاش حتى تعب كبير. يعني الإنسان كي يقاري في بلاصة أو يغرس شجرة ويدعي ربي العالمين أنها تكون صداقة عليه وعلى والديه وعلى الأمة الإسلامية وعلى المتابعين تاوعه، والله العظيم حتى يعني محاربة التصحر. هذا الايام راكم تشوفوا يعني كاينين مناطق يعني في بلاد التل هنايا، ولحقهم التصحر يعني لحقهم الغبار منين؟ من غرس الاشجار والسد الاخضر هذا اللي راه حابس يعني. والله نتمنوا ان شاء الله ما نتكلوش غير على الدوله والانسان، يعني ما هيش حاجه اللي غاليه في شجره. كاينين شجرات يعني صغار حتى نتاع سروه، الشجره هذيك دير 2500 ولا 3000، يعني الانسان عنده فيها اجر كبير. وكاينين اشجار اللي نغرسوهم يعني في السهول، يعني وين تربل الجبال، وين تربل يطيح تراب في الطريق ولا جبل راح يريب ولا حاجه. والله خاوتي عندكم اجر كبير عند ربي العالمين. ان شاء الله تعم هذه المبادره وتبادرني معايا الناس خاوتي، والله عندكم اجر كبير عند ربي العالمين. حبيت هذه المبادره ما تحبسش وحبيتها تكبر، وحبيت الناس كامل تهضر عليها، يعني راه عندكم اجر كبير حتى والموضوع يعني يكون ما يخصكش. والله يعني اسمه الانسان بارطاجي وخاوتي هذه الفيديوهات نتاوعي، وخاصة على يعني غرس الاشجار راه عندكم اجر كبير عند ربي العالمين. الانسان يعني كي يشوف الدنيا خضراء حتى ترتاح، يعني الانسان كي يشوف الدنيا خضراء هكذاك ترتاح نفسانيا، ويعني والشجرة راه تعاوننا في الاكسجين نتاع بلادنا. ويعني راكم شفتوا خاوتي الغرق الحرق الغابات اللي صرات في العام اللي فات، كيما مثلا تيزي وزو، كيما بجاية، كيما خنشلة، كيما باتنا، يا اخي شفتوا لاش تنعوضوا الثلث، راحت لنا ثروة كبيرة يعني. والله العظيم حبيتكم تشاركوني معها واجركم لله. وناس بكري يقول لك يد واحدة ما تصفقش، يعني لازم نتحدوا ونديروا يدينا في بعضنا، ولازم خوتي والله العظيم يعني انا كي نشوف شجرة محروقة ولا نشوف بلاصة، واحد النهار ديت واحد الشجرة يعني في ذاك الليلة ذاك، المهم ديتها له في النهار في سيدي شيخ العيفة في سطيف، يعني والله العظيم عنده نقصته، كان غارس واحد الشجرة وماتتلو، ووصى واحد باش يجيب له شجرة، وكل يوم خطرة يقول له هاني نجيب لك هاني نجيب لك، اما لكي قريت انا لقيته يخربش في جنينة نتاعو، رحت له قلت له عمي عندي عجبتني البلاصة نتاعك هذه، ويعني شفت قايم الله يبارك بالاشجار تاعك، يعني حبيت نعطيك هذه الشجره تغرسها. كي شافها يعني فرح مسكين، قال لي راني موصي عليها وما جاتنيش، قلت له ما لا هاي جاتك، ادعي لي دعوه تاع خير. والله فرح بيا واحد الفرحه يعني، وجاتني انا واحد الشعور يعني يا خاوتي يعني غرستها باسم الامه الجزائريه كامل ان شاء الله، يعني حتى التحفيز يعني حتى يعودوا معك ولادك، ولا يعود معك يعني واحد ويشوفك درت هذه المبادره عندك ويدي اجر معك كبير. يعني والله يا خاوتي حبيتكم يعني لوجه الله ما عندي حتى فايده انايا.
والشجرة خوتي رأى فيها أجر عظيم ويعني فيها فايدة كبيرة، ويا رسول صلى الله عليه وسلم قال لك كنت عود يعني راح تقوم القيامة وفي يدك شجرة راح تغرسها كمل أغرسها، يعني باللي رأى عندها يعني عندها أجر عظيم. ما لخوتي الإنسان ما يتهونش ويعني ما فيهاش ومش غالية ومش راح تتعب ومش راح يعني لازم تكون عندنا حضارة نتاع غرس الأشجار. أنا والله يعني يكون شفتها يعني حاجة غالية ولا الإنسان راح يتعب فيها والله راح والله ما نقولكمش عليها، بصح يعني راه فايدة غرسها وين ما تحب، مش شرط أنه في دارك، لبغى في دارك عندك أجر كبير عند ربي العالمين جنين أنتك قدام أبريقات قدام حماية مدنية وين، المهم ليسونسيال الإنسان ما يغرسهاش في بلاصة أنت خطيها على الطريق ويغرسها في بلاصة وين يقوموا بها الناس. والله يا خاوتي يعني ان شاء الله ان شاء الله تعم وان شاء الله الناس كامل تشاركني فيها واجركم عند ربي سبحانه. خاوتي راه يكون برومو كبيره والامطار راهي تصب، دائما نوصي خاوتي يعني يساعدوا رواحهم ويعني ما يتقلقوش، حتى يعني الانسان باش تكون سائق شاحنه لازم يكون عندك قلب كبير وقلبك بحر وما يتقلقش الانسان ويكون انسان صبور، والخدمة ما يشرعت خلاص حتى ونتعطل يعني 4 ساعة ولا 10 دقائق ولا نص ساعة ما يشرح الإنسان يسرى له حتى حاجة، وخاصة يعني تكون في بلاصة تاع مدينة ولا تكون الإنسان يعني يخلي مسافة الأمان ويخلي بلاصة الأمبيلونس ويشوف قدامه ويشوف وراه، يعني ولا يجي واحد هز مريض ولا خاوتي لازم نسعفوا بعضنا. هذه الايام راهي ايام تاع مطر، ربي ان شاء الله يجيبنا الغيث وان شاء الله الجزائر كامله تولي من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب تولي الجزائر كامله خضراء ونسعفوا يعني بعضنا في الطريق على قد ما نقدروا. ها يعني حكيت على الامبيلونس، يعني والله شوف يعني الانسان كي يخلي مسافه الامان ويخلي ما يسكرش الطريق ويخلي يعني ما توقعش كيفاش تجيك، ما توقعش يعني خوتي لازم الانسان دائما يعني يتولى كي تعود يعني تسوق قدامك تسوق وراك، يعني ما تعرفش حتى كيف راه يعني مال الانسان السياقه باش تكون يعني سائق شاحنه ولا سياره لازم تكون عندك يعني قلب كبير بحر والانسان ما يتقلقش. نزيد نقدم شويه باش علاش كاينه قدامي طريق ورايا باش نخليها مفتوحة، يعني اون كا ثاني تجي سيارة اسعاف ولا تجي حاجة الانسان يخلي الطريق ما يخليهاش كيما هنايا كاينة خرجة الانسان يقاري وما يسكرهاش باش كي تقدم الطريق نقدموها والانسان هاك تشوف تمشي الطريق ونقدم وما يسكرش الانسان الطريق، حتى ويجي واحد يلقى الطريق مقفولة راح يدعي لك بالشر ولا يقول لك وش بيك هذا ولا يعود يلوم عليك. ما لخاوتي دائما الانسان لازم يفكر في روحه ويفكر في الناس اللي راهي مع خاوته في الطريق، وربي ان شاء الله يحفظنا ويحفظ الامه الاسلاميه ان شاء الله يا ربي. المطر الله يبارك راه عنده يومين ولا 3 ايام ما شاء الله ان شاء الله تعم على البلاد كامله يا ربي. هنا يا راه كاينه كاتشو ما شوف هاوي ليك، لازم الانسان يخلي فتح الطريق حتى انت تحلو قدامه الطريق ومن بعد يقدم، ماشي الانسان يقاري في نص طريق يسكر على خاوته الطريق ومن بعد الناس يعودوا كلاكسونيو عليك ويعودوا عيطوا عليك ويعود الانسان قادر يجي واحد مريض قادر يجي سيارة الاسعاف يجي سيارة رجال الامن، يعني الانسان من بعد الناس يعني ما يخليوكش. هنا نقدم شوية حتى لنص طريق والله وين قاري كي تفرق لي نص طريق نقدر نروح كما هنا يا راهي تكفيني يا ويليك او هذا جاي ثاني، لازم كي تحل الطريق اني روح ما نسكر على الناس اللي راهي دايره ما نخلي روحي نقول ونقاري يعني ما نخليش نمشي الطريق حتى اصحابي اللي راهم ورايا كي يشوفوني قافل الطريق كلاكسونيو علي وما يخليكش ما يسمحش في حقه عنده الحق. يعني شوفوا خوتي هذيك الطرود اللي راهي معلقه في القنطره اللي راهي معلقه في نص الجبل ما تبانش على بالكم كاين الغيم هاوي ليك ان شاء الله هذيك هي لوطوروت تحل لنا الطريق ان شاء الله ونتهناو من الغلبه هذه اللي رانا فيها، ربي ان شاء الله يحفظنا ربي الجزائر يا ربي. شوفوا لوطوروت راهي معلقه الفوق هذا هنايا نتاع تعليم السياقه ربي يوفقهم ان شاء الله. يعني الطريق والله العظيم خوتي يعني تحوس على انسان
يكون سابور تحوس على إنسان، وخاصة يعني أنا كنشوف يعني ناس مبتدئين والله ناس يعني جدد في الميدان، والله ما نحاولش أني نحرجهم في الطريق، والله نحاول أنه الإنسان يعني يخلي من حقه وما يقيش الناس، حتى وتلقى واحد متهور والله واحد متقلق والله واحد يعني ما ترعيش ليه، يعني ناس يدوبلوا على الأدروات، ناس ما على باليش كيفهم دايرين، كل واحد كيفاش يفكر. لازم تساف الناس على قد العقول تاعها، وخاصة في الجزائر هنا يعني مشهورين بال يعني يعني كل الناس كل عندهم النرفزة، والناس كلها يعني ما همش قعود، وكل واحد يقول لك أنا ما عنديش عندي عندي طريق، واحد يقول لك أنا راني هاز مسافرين ما عنديش حق باش نقاري، واحد كل واحد وش عنده من مشكل. لازم الإنسان كل ما يسعفش الناس في الطريق يظل هاز دبوس ويعارك في الطريق، لازم تسمح من حقك. كل ما يعوش في الدار في مدرسة في الطريق، لازم الإنسان دائما درك خوتي على 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 شوف شوف الله الله يبارك الواد ما شاء الله، لازم دائما درك على واحد كون تعود الإنسان واحد ما يسمح في حقه، واحد ما يروح لداره، واحد ما يعني دائما يعني يجيبها الإنسان في روحه. وهذه هي الطريق، الإنسان كون ما تكونش فيها يعني مسافة، وكون ما تكونش فيها رحمة في القلوب الناس في بعضها، والله ما تفرق. ربي إن شاء الله يحفظكم وربي إن شاء الله يستركم، وهذه هي الطريق. هذه هنا هي مقبرة تاع الشهداء. السلام عليكم يا أهل المدينة، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، الله يرحمهم دائما ربي سبحانه. خاوتي دائما يعني يدعي الإنسان أنه رب العالمين يبصره بالعيب انتهى، وربي يستره في الطريق ويستر مستعملين طريق كامل كبير وصغير إن شاء الله يا ربي. الإنسان لازم دائما يكون قلبه بحر وما يتقلقش، يعني في التأني سلامة في العجل ندامة دائما نقولها يعني، وخاصة يعني كي تكون كاين مطر ولا تكون يعني كاين انزلاق ولا مطر جديدة، والله الإنسان ما يعرف كيفاش، لازم الإنسان يساعد روحه على قد ما يقدر. شوفوا خاوتي هنا يا البلاصة هذه دائما فيها كومبرومو كبيرة، يعني لازم الإنسان وبلاصة تعمون عراجات يساعد روحه على قد ما يقدر. هاكم تشوفوا مع الضباب يعني وطريق ماشي مغسولة مليح، ويعني الانسان لازم يساعد روحه على قد ما يقدر. قادر يجي واحد متهور، قادر يجي واحد ما عندوش الفرانات، قادر ماكش عارف الطريق هذه خاوتي واش رايح تلقى فيها واش ما تلقاش فيها. هنايا ندير هذه تاع الضباب تاع الترافيزورات باش يروح لي الضباب، وندير الكليمة نثبتها هنايا في الفاربريز الفوق، نطلقها شويه نقوي لها باش يروح لهذا الضباب اللي راه في لاكابين داخل، ومن بعد نولي نقصلو نولي نطفيه. شوفوا هنا ياي نضفت لاكابين تاع راح الضباب هذاك، مجرد اني منين نديرو شويه خليه دائما يعني ناقص، نديرو هنايا في البربريز يروح الضباب هذاك. المهم الرؤيه نتاعك تكون جيده، يعني الانسان يسوق مرتاح. من الصباح انا نقولوا شي هذا الكومبرومو هذه الكبيره، وراه كاين كاميو مشارجي ما صغير راك تشوف يمشي بريمير دوزيام، يعني راه داير واحد كومبرومو كبيره، يعني والله نوصي خاوتي يعني لوجه الله ماشي يعني انه الانسان تقلق، والله احنا طريق ولفناها درك، يعني الانسان كي يكون مشارجي انا هني بالسيسكات ويعني ونشوف بلاصه وعندي ليت ساع. هذه انا راني في الطلعه تاع رميله يا هنايا، هنايا راه لا لي كونتيني حتى، ويعني الناس اللي راه موراك يعني ما يقدروش هنا يدوبلوك، علاش منحدر خطير او لا لي كونتيني، والانسان يعني يشوف ثانيين يشوف قدامه ثاني كاينين اخرين يخرجوا حتى للتروازيام بوزيسيون هنايا في البلاصه هذه، ويعني هاكم تشوفوا يعني الطريق راه صعيبه لدرجه يعني ما تصورش تطلق ما تقدرش تفريني ديرابي، يعني وخاصه كي تكون يعني حضره واعره، ما الانسان يطلق باش اللي يقدر عليه باش ما يديرونجيش الناس ما يفرينيش ساك يحرج خاوته اللي راهم في الطريق ولا يدير رابي يدير حسابه. مثلا انا هنايا راني في الدخله هذه تاع البلاصه هذه وكاين دودان، باش الانسان يعني يفريني ساك ودير حسابي باللي كاينه دودانات قدامي نسرح الطريق
أول حاجة الناس اللي راهم قاسبين يروحوا يدوبلوني، وثاني حاجة ندوب لي الدودان تاعي بالراحة تاعي كما هذاك الكاميل قبيلة، كون يعني ما تدوبليش في البلاصة هذه تفوت المنطقة هذه، تفوت لابريقاد هذه الكبيرة هذه الجروب مو هذه، والله خلاص ما تقدرش تدوبلو تقعد تبع فيها حتى القصر. ما له هذو البلايص هذو يجتنب الإنسان هذو الحوايج، والله كاينين شاكمانات يعني ربي يسامحهم يعني كاين اللي ما على بالوش، وكاين هذيك عقليته، وكاين اللي ما يهموش في الناس، وكاين انا ما نلومش حتى على واحد، كل واحد يسوق كما يعرف. والله يعني يلحق البلاصه ويعود مثلا كما هنايا، هنا يخلص الدوبلات تلقاه يكسر لي دو ينقز دودانا على جال باش ما تدوبليش. خوتي مش كما هكذا، لازم الانسان يعني يحترم الكبير والصغير والكاميو والطوموبيل، يعني نحترموا بعضنا في الطريق، مش انه انا راني كاميو راكب كاميو جديد ونشوف واحد الله غالب عليه يجي دوبلي فيا نوض نكسيري اللي عليه ولا ندير حاجه. خوتي الانسان السياقه راه فن واخلاق وتربيه، لازم نعرف قيمه بعضنا ولازم نقدروا بعضنا في الطريق، ولازم الانسان ما يجيبش دعوه الشر لروحه وليه ولوالديه، يعني قادر واحد يسب لك والديك يعني هاك ديت ذنب كبير. مال الانسان علاش ما يرحمش على والديه؟ علاش ما الانسان يخلي دائما الصوره نتاعو نظيفه حتى يعني والناس اللي تخدم معاك يعني في الشركة اللي تخدم فيها في المجتمع في الطريق، يعني الإنسان كي يروح يخلي الصورة نتاعو نظيفة، ما يقولوش فلان راح الله ليه تربحوا تهنينا منه. ربي إن شاء الله يبصرنا بعيوبنا، وربي إن شاء الله يسترنا ويستر مستعملين طريق كامل يا ربي العالمين. وخاصة هذا الأيام راه أمطار وراه انزلاقات، والله تشوفوا يا خاوتي الحادث هذاك نتأسفوا يعني، وتعازي الخالصة للناس اللي ماتوا فيه، تعلي ما بين بسكرة ما بين بسكرة ولمسيلة، يعني حادث مأساوي نتاع زوج كمين وزوج سيارات، يعني حادث أليم يعني. شفتوا خاوتي يعني والله العظيم يعني الإنسان كيشوف حادث يعني القلب نتاعو يتمزق. أما لخاوتي سيعفوا بعضاكم وسيعدوا رواحكم في الطريق، إنسان يكون تعبان والله نعسان والله يعني عنده أرق والله مورال مو مش مليح والله عنده مشاكل في راسه، والله خاوتي إيقار الإنسان يشرب حاجة باردة يشرب قهوة إيقار يرقد شوية، يعني خاوتي راي الطريق راي ما ترحمش الإنسان، يعني يتم وليداته والله يقيس ناس والله يعني. والله يا خاوتي لوجه الله يعني راني مش أني نرفض فيكم والله يعني نرغم فيكم، الإنسان كل واحد حر في حياته وكل واحد عنده حاجة في راسه، ما لا يعني ربي إن شاء الله يبصرنا بعيوبنا إن شاء الله وربي يسترنا وربي إن شاء الله. الطريق خاوتي راهي ما ترحمش والله، كي يشوف إنسان عادي يعني الجزائر راه يعني نسبة كبيرة في الحوادث المرور، رانا حطمنا الرقم القياسي خاوتي، ويعني كل خطرة تسمع بحادث الحادث يعني والله راسك يحبس، يعني كاين في كاينين بلايص كيما البلاصة هذه تاع الصحراء هذه، هذو كامل بلاص دائما تصرى فيهم نتاع رقاد ونتاع واحد ما تولاش الواحد ونتاع دوبلاج ونتاع يعني غلطان نتاع سائق، يعني يتحمل مسؤولية عند ربي العالمين وعند يعني العباد، ويعني قادر لكان مات هاو مات راح دا أرواح معاه ومات، ولكان يبقى عايش يروح يباصي يعني حياته كاملة يعقبها في السجن. يعني يا خوتي والله العظيم والله يعني رانا ما على باليش الإنسان وراه رايح، يعني راه غلطه كبيره، لازم نحسبوا رواحنا، لازم الانسان يخلي ورو الانسان الصوره نتاعو نظيفه، يعني الانسان ما يجيش حتى واحد ما يجيبش الاذى للناس. التهور راه خاوتي مش مليح، وخاصه يعني شوف ولازم نعقبوا بعضنا خاوتي في الطريق، كي يشوف الانسان واحد غلط والله واحد نعسان والله واحد يعني دار مشكل ما نعاودوش ما نزيدوش نعالجوا الخطا بخطا واحد اخر. كاينين ناس يعني على باله بروحه باللي راه غلطان ويعني ويزيد يعني يدير مشكل، ما يعالجش الانسان خطا بخطا، يعني شفت واحد غلطان دبر راسه يعني لو حاله الرب كما تحب. انسان باش تعاندو ولا تروح تقول انا راني نسوق في كاميو تحشر الناس، ولا قادر يروح يتقلب تولي الروح نتاعو في رقبتك، ولا يموت، ولا دير مشكل، ولا يقبضوك تباصي. والله الانسان خاوتي لازم يفوق واش راه يدير، ولازم يعرف روحه باللي راه اخرتها موت، ولازم يقدر الناس
ويخمم في الناس ويعني يكون قلبه كبير. والله يا خاوتي هذه المنعرجات اللي راني نعتلكم فيها كامل، كل يوم تشوف حادث، كل يوم فيراج. هذا اللي فات، هذا اللي هنايا معمر بالفايونس، برمل، بالقرافي، بالزجاج تاع اسمه الكيران، الكمين، الطوموبيلات، الناس كامله. والله يا خاوتي تقول رانا في حرب. علاش خاوتي هذا الانسان يعني ماذا به يروح لداره بخير وعافيه؟ هذاك هو الصح خاوتي، ما عندكش فايده. انا جيت باش نخدم، ما جيتش اني باش نقيس الناس. والله الانسان يعني تدي ذنب ولا تدي سبان من عند الناس، والله الانسان خاوتي الطريق راهي ما ترحمش. شوف الله يبارك الدنيا كيف اختارت هنايا ما شاء الله، عندي واحد سمانه ما مشيتهاش ولا زوج. الدنيا راهي مربعه هنا يا ربي، ان شاء الله يحفظنا ربي بلادنا، ان شاء الله عام سنة ان شاء الله خير ان شاء الله يا ربي. الدنيا راهي الله يبارك خضره ما شاء الله، ربي ان شاء الله يحفظنا ربي العالمين. هذا البلد الامن ان شاء الله ربي يجعله بلد امن ان شاء الله يا ربي العالمين، ويحفظنا ربي العالمين من طريق، ويحفظنا ربي العالمين من رفقاء السوء وناس الشر، ربي يبعدهم علينا ان شاء الله يا ربي. سامحوني هذا الايام ما رانيش كل يوم يعني نطلق فيديوهات، هذا الايام كنت في الدار. اليوم ان شاء الله وين بديت في العمل نتاعي ان شاء الله، ادعيوا لي ربي العالمين يقدرنا ربي العالمين. كانوا عندي فيديوهات وكل خطر نطلق فيديو، ادعيوا لنا ربي العالمين قدرنا ربي العالمين. نجيب لكم جديد ان شاء الله، وربي يحفظنا في الطريق ويحفظ مستعملين الطريق كامل. هنا راني قريب نلحق البلدية القصر، ربي ان شاء الله يحفظنا ويحفظ خاوتنا مستعملين الطريق كامل. هذه بلاصة، هذه ذوك نهارات كاميو، واحد مولا سيارة يقول هو أنا مشفتوش دوبليه، تسمى جاي دوبلي فيه من هي كانت كومبرومو ما قدرش يدوبليه. من بعد كلي شغل دايرو باللي راه يعني ربحها فيه زكارة ولا كيفاش، دوبليه وفرينا قدامه شاك. أما لا مول كاميو جدار هبط ليه يعني، راح هبط ليه مانيش عارف يا ربي، سفرنا ما نتاعه وما داروش. والله الكاميو تطلق وحده، كاميو قديم، كاميو انسيا، هبط ليه راح يشوفوا عليه فرينا قدامه ويتطلق له هذاك الكاميو راح في الواد. يعني والله واحد الكارثه يا خاوتي. خاوتي ما نكونوش كيما هكذا، الدين تاعنا يعني ما نهاناش، الدين تاعنا نهانا على الحوايج كيما هذو، ما عمرناش باش نديروا حوايج هذو. يعني خاوتي الانسان ما يكونش يعني يحقر الناس، والله انه يفريني قدام واحد يروح يتقلب هذاك السيد هذاك، وانسان زوالي والله نعرفه، يعني انسان طيب ما شاء الله من الجلفة، ربي ان شاء الله يخلف عليه بالحلال. والله يدعي مسكين في واحد راح يبكي، انا غاضني الانسان علاه يدير الخوه كيما هكذا. يعني فريني انا قدام واحد ومن بعد نروح الانسان يتقلب هذاك؟ والله انسان خاوتي لازم تكون عندنا رحمه في قلوبنا، لازم نصفي قلوبنا، لازم الانسان يخاف ربي شويه في خاوته. اما لا ربي ان شاء الله يبصرنا بعيوبنا. هنا راني لحقت وين راح اللوزين تاعي، ادعيوا لنا ربي العالمين يبصرنا ربي بعيوبنا ويسترنا ربي العالمين ويستر ربي خويانا في الطريق. والسلام عليكم ورحمه الله، عاونونا باللايك وبالجرس باش تكبر القناه ونستفادوا لخوتنا كامل، ويعني ونديوا اجر كبير. لبغى يعني الانسان محتوى مش تاعو باللايك، عاونونا باللايك وبالجرس بالكلمه الطيبه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.